هذا وقد جمعت قمة الشرق الأوسط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية عدة شخصيات هامة لمناقشة التكنولوجيا في القطاع العقاري. نعم، وتأتي أهمية هذه القمة مع دخول التكنولوجيا بشكل واضح في هذه الصناعة بهدف تحقيق الاستدامة والجودة. قمة الشرق الأوسط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية بروبتيك انطلقت من مملكة البحرين تزامناً مع افتتاح معرض سيتي سكيب البحرين 2022. هذه القمة ناقشت عدة مواضيع هامة، منها التحول الرقمي بقطاع العقارات والتوجهات الحديثة في هذا القطاع من خلال تبادل الآراء والمعرفة مع المتحدثين العالميين والحضور المعنيين والمهتمين بالتكنولوجيا العقارية. التقنية العقارية شيء جميل جدا ومجال واعد ولها مستقبل كبير، فديجيتال توين تكنولوجي هو مستقبل التقنية العقارية، فراح نتخصص بالذات في نوعية التكنولوجيا اللي تستخدم في العقار وكيف ممكن المستثمرين والمطورين يستفيدوا من هذا المجال إن شاء الله. نعتبر التقنية طبعا جزء من جميع القطاعات، بما ذلك القطاع العقاري، وهدفنا اليوم ان احنا نستعرض دورنا ودور شركة إدامة في هذا الموضوع وتطبيق بعض التقنيات في مشاريعنا العقارية. عناوين هامة تمت مناقشتها في هذه القمة أكدت على الدخول في فكر ونهج جديد في هذا القطاع، ما يتطلب بيئة تشريعية مميزة ومرنة لتشجيع التقنيات المبتكرة لتعزيز النمو في القطاع العقاري. البيئة التشريعية طبعا تطورت على مدى السنوات اللي فاتت، وخصوصا بعد إصدار القرار بإنشاء هيئة تنظيم العقار في سنة 2017. إنشاء هذه الهيئة ساعد كثير، ساعد المطورين العقاريين، ساعد المستثمرين، ساعد الملاك اللي يستخدمون الوحدات إنه يطمنون على وضع العقار عندهم، يتأكدون إن التطوير العقاري مأمن في البحرين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم هاي التشريعات الموجودة. رواد التكنولوجيا العقارية اجتمعوا جميعا في مملكة البحرين للاستفادة من التكنولوجيا في صناعة العقار واستخداماتها المتطورة في العمليات كافة لتعزيز الاستدامة وتوفير جودة حياة أفضل للأجيال القادمة. بيئة تشريعية آمنة ومرنة تتميز بها مملكة البحرين، وتأتي هذه القمة دليلا على ذلك، فالمملكة تسعى إلى تطوير هذا القطاع التكنولوجي للتكيف عالميا وإقليميا. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.